كمان. ويمكن كمان يا احمد شفت دلوقتي على تويتر بايرن ميونخ بيبارك للنادي الاهلي وبيقول من البايرن بطل اوروبا طبعا الاهلي بطل افريقيا، مستنيينكم في كاس العالم للانديه، عينينا من دلوقتي على كاس العالم للانديه. مظبوط، ودي مش حدث جديد على النادي الاهلي الحمد لله. يعني النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي في العالم المشاركه او حققت مشاركات في كاس العالم للانديه، فبالتالي النادي الاهلي مش غريب على البطوله. الحمد لله حققنا قبل كده مراكز متقدمه زي المركز الثالث في البطوله، فان شاء الله باذن الله اكيد النادي الاهلي دايما بيبقى عينه ان هو مش تمثيل مشرف، عينه ان هو بيدخل اي حدث اي بطوله بيبقى عينه ان هو المنافسه اكيد. لكن طبعا يعني ان شاء الله بنتمنى يعني كل التوفيق للفريق، احنا بنثق جدا في الجهاز الفني، بنثق في اللعيبه اللي لازم نبارك لها النهارده، كانوا على قدر الحدث، كانوا رجاله، كانوا على قد مسؤوليه، مباركتنا للجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله هم قادرين باذن الله يكملوا يا رب مسيرة البطولات دي وإن شاء الله يرفعوا اسم النادي الأهلي في كأس العالم إن شاء الله. وده احنا بنشوفه دايما، سواء شاركنا في كأس العالم أو في مؤتمرات بره بنحضرها، دايما بنشوف احترام الأندية العالمية الكبيرة للنادي الأهلي. يعني ده مش جديد على النادي الحمد لله، يعني ده في مصاف الأندية العالمية، احنا دايما بنقول كده. استاذ صار انت كنت